ma femme, c'est chien, c'est كان مشاهدي متابعي قناة الشعب، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطرف مدينة الدار البيضاء. كنت واجد في شارع للياقوت، أحد أكبر شوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتعرفوا العاصمة الاقتصادية خاص يكون الضو، لأن الناس صباح في هذا المكان هذا بالقرب من ربع عمر، يعني الإنارة ما كايناش هنا. التجار كيفيقوا في الصباح الباكر باش يمارسوا التجارة ديالهم، كيدوزوا من هذا المكان كيتعرضوا للسرقات لان الاناره ما كايناش بتاتا في هذا المكان. يعني المسؤولين تحدثت على هذا الموضوع هذا، ولا من متدخل من الشركه المسؤوله عن الاناره في هذا المكان. صراحه خاص الشركه المسؤوله تجي وتشوف وتراقب الاحياء ديالها وتراقب الشوارع الكبرى للمدينه ويرجعوا الاناره للاماكن الحساسه. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دنا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعجز اللسان على الكلام في مثل هذه الحالات هذه. حنا في سنة 2023 في عز التطور، والناس هنايا باقيين عايشين في الظلام. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام، تقاد لي الكلام، غادي نودعكم على أمان. نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.